بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وفي هذه الحصة سنتطرق إلى طريقة إنشاء واسط قطع باستعمال بيركار. أولا سنقوم بتحديد نقطتين، هذه النقطة الأولى سنسميها، سأعطي لهذه النقطة اسم، سأسميها مثلا النقطة A، وسأقوم بتكبير حجم الخط ثم أثبت هذه النقطة. سأخذ نقطة أخرى، بطبيعة الحال سأسميها B، نقطة ثانية، نعم، سأضغط هنا لأكتب اسم هذه النقطة، مثلا قلت سأسميها النقطة B. الآن سأقوم باستدعاء المسطرة، هذه المسطرة ستمكنني من الربط بين بطبيعة الحال النقطتين A و B، سأربط بين A و B. ثم أنشئ بطبيعة الحال القطعة أب. لاحظوا معي هنا قمت بالربط بين النقطتين A و B، هذه النقطة A وهذه النقطة. الآن قمنا بإنشاء القطعة أب، بطبيعة الحال القطعة التي طرفها A و B، بالفرنسية نقول on a construit le segment AB dont les extrémités sont A et B. الآن سنقوم باستدعاء البيركار، بطبيعة الحال هنا لدينا بيركار، يمكننا بطبيعة الحال تغيير فتحة هذا البيركار. سأخذ شوكة البيركار، الإبرة الخاصة بالبيركار، إلى النقطة A، لاحظوا معي، ثم أقوم بتغيير فتحة البيركار حتى أتجاوز نصف طول القطعة AB. يجب أن تكون فتحة البيركار تتجاوز طول ولا نصف طول القطعة، يجب أن تتجاوز فتحة البيركار نصف طول القطعة AB. ثم أقوم بطبيعة الحال أقوم بإنشاء قوس من دائرة، لاحظوا معي سأقوم بتغيير مكان. قلت بأننا سنقوم بإنشاء قوس مركزها A بطبيعة الحال، وشعاعها يتجاوز نصف طول القطعة AB. سأقوم بتغيير مكان البيركار من A إلى B، وأقوم بنفس العملية، إنشاء قوس من دائرة، مركزها B وشعاعها نفس شعاع القوس السابقة. هنا سنحصل على نقطة التقاطع، هذه النقطة يمكننا أن نسميها بطبيعة الحال مثلا، سأقوم بتسمية هذه النقطة M مثلا، سأضع مكان هذه النقطة الحرف M. سنقوم بإعادة العملية مرة أخرى، سأعيد البيركار، شوكة البيركار في النقطة A. الآن يمكنني أن أغير فتحة البيركار كما أشاء، مثلا هكذا، ثم أقوم برسم قوس من دائرة، سأحتفظ بنفس الفتحة الخاصة بهذا البيركار، بهذه الفتحة، وأقوم بتغيير مكان النقطة، سأقوم بتغيير مكان شوكة البيركار من B إلى A، وأنشئ قوسا أخرى بطبيعة الحال لها نفس الشعاع. هكذا نكون قد انتهينا من البيركار. سأحصل على نقطة جديدة، نقطة التقاطع سأسميها النقطة N، وبعدها باستعمال المسطرة سنربط بين هاتين النقطتين، هذه النقطة N، وسبق لنا أن قمنا بإنشاء نقطة M. الآن باستعمال المسطرة، سأجعل المسطرة بطبيعة الحال تمر من النقطة M. سأقوم بتدوير المسطرة قليلا حتى أحصل على مستقيم يمر من النقطتين M و N، هكذا تقريبا بطبيعة الحال. ثم سأرسم المستقيم تخصي، هنا سنقوم برسم المستقيم الذي يمر من النقطتين M و N. هنا بطبيعة الحال نحصل على نقطة التقاطع، هذه النقطة يمكننا أن أضع مكان هذا الرمز، بطبيعة الحال هو رمز يخص التعامد، هنا لدينا زاوية قائمة، وهذه النقطة التي حصلت عليها هنا
تمثل منتصف القطعة AB، سأسميها مثلا النقطة E أو النقطة مثلا K لا يهم، وهي تمثل منتصف القطعة AB. إذا كانت تمثل منتصف سأضع نفس العلامة مثلا هنا، نفس الرمز وكذلك نفس الرمز، وهكذا نكون قد أعطينا قمنا بإعطاء طريقة لإنشاء واسط قطعة باستعمال المسطرة والبركار. دونك المستقيم MN، المستقيم MN يمثل واسط القطعة AB بطبيعة الحال. دونك حسب التعريف، دونك واسط قطعة هو المستقيم الذي يمر من منتصفها، دونك هناك تمثل منتصف قطعة AB ويكون عمودي على حاملها. دونك لا ميدياتريس دان سيغمون اي لا دووات كي باس بيربونديكولارمون، دونك دو فاصون بيربونديكولار باغ سون ميليو.